يعني دكتورة هدى، الوثائق اللي حضرتك جمعتيها في الكتاب ده اللي هو زي ما قالت لسه ما بقالوش ساعات طالع 48 ساعة، ده الجزء الخامس منه، دي كلها هنسميها ملحوظات شخصية أو خطابات كانت في بيت الرئيس جمال عبد الناصر، كان عندكم في منشية البكري، بس انتوا سبتوا منشية البكري من سنين. ايوه خدنا الورق ده معانا. كان بيحتفظ بيها الرئيس جمال عبد الناصر فين؟ في خزنه ولا في مكتبه؟ لا ولا خزنه ولا حاجه، هو كان عنده في اوضه كده زي ارشيف صغير، اوضه حاطط فيها كل هذه الوثائق. انا اتشرفت ان انا رحت متحف جمال عبد الناصر وكان لسه ما اتفتحش، ودكتوره هدى عملت لي تور، كان في اوضه مكتب وبعد كده في باب كده مش عايزه اقول سحري، أيوة سباب صغير كده واخد باله منه، ندخل هو في الاوضه بقى السحريه دي كان فيها كل حاجه. وانا بيتهيالي هو كان شايل الحاجات دي عشان في يوم من الايام يكتب، لان مثلا في جوابات من العائلة، ما هي مفروض الجوابات دي اللي هو بيبعتها تكون عندهم جايبينها له، يعني مثلا أثناء حرب فلسطين أنا عندي 151 جواب مين بينه وبين العائلة وبينه وبين زملائه. طبعا كان في فترة 6 أشهر اللي كانت حصار الفلوجة دي ما كانش فيها جوابات، لكن فخدتي بالك يعني مثلا لقيت حاجات كتير قوي عن تأميم القناة والفترة دي، في لقيت حاجات كتير قوي هتشوفوها بقى موجودة بخط إيده. لا بخط إيده حاجات كتير، ما كنتش أعرف إنه بيكتب كل ده بخط إيده، ده حتى في الاجتماعات والمؤتمرات وكده اللي كان بيحضرها كان بيكتب ملحوظات بخط إيده، دي كلها أنا نشرها في الكتاب. هذا إلى جانب بقى لقيت محاضر مجلس وزراء، محاضر لجنة تنفيذية، توب سيكرت ده كله. يعني الوثائق اللي في كتاب حضرتك غير الوثائق اللي كانت عند السيد سامي شرف مدير مكتبه، غير الوثائق اللي كانت عند أستاذ هيكل، دي كلها حاجات شخصية هو اللي عملها مش شخصية في بيته. عامة بس كانت بالصدفة عنده الحمد لله في البيت. لكن الأستاذ سامي شرف الحقيقة هو كل الورق اللي كان عنده اتاخد في 15 مايو 1971، لما الرئيس السادات ألقى بالقبض على كل المجموعة المصرية في الفترة دي. ولكن هو بعد بقى بعد ما خرج من السجن بقى بعد وفاة الرئيس السادات جمع بقى شوية حاجات وكتب الكتب بتاعته، كتب قيمة جدا لأنها أهم فيها الناحية الشخصية، يعني الخبرة الشخصية، وهو طبعا راجل مخلص جدا، ففيها حاجات كتير جدا إنسانية وسياسية ما حدش يعرفها.